اوكي. ما كنتش بكره حاجه في حياتي قد الحمى في الشتاء، بس فعلا هي اسوء من كده. واحد قاعد بيتفرج على البرنامج بتاعه وفجاه مامته تشده ويلا هتستحمى دلوقتي، وكان دايما يوم السبت عشان كان تاني يوم عندنا مدرسه. فالمهم عشت 19 سنه من حياتي فاكر ان دي اسوء حاجه تحصل لبني ادم فعلا، يعني ايه اسوء من كده ممكن يحصل. فالمهم شويه من صحابي قالوا لي بص في اوبورتيونتي ان انت تسافر بره مصر تتطوع وتغير العالم وكلام كتير قوي كده، فانا قلت ماشي يلا نشوف موضوع تغيير العالم. فقبل ما اسافر لقيتهم بيكلموني احنا هنعمل معاك شويه اكسبكتيشنز كده عشان تبقى رايح عارف الدنيا هتعمل ايه، فحتى يستقبلك المطار وكلام كده. قالوا لي بس مش هيبقى في ميه سخنه، مع ان انا ميه سخنه دي حاجه مقدسها جدا، بس قلت ماشي واحد رايح يغير العالم يعني ميه سخنه ايه اللي احنا هنتكلم فيها دي. قلت خلاص ماشي اوكي. وصلت البلد عمايل بقى كبيره جدا 100 دور وبيلدنجز فعلا تحفه، فانا بقى متخيل طب انا هقعد في دي ولا هقعد في دي ولا هعمل ايه، تخيلت حياتي بقى تحفه. المهم نص ساعه عدت لسه ما وصلناش، نص ساعه كمان طب فين يا جماعه احنا هنوصل امتى يعني انا عايز اوصل البيت. فكل ما نمشي اكتر كل ما العماير الكبيره دي عماله تصغر 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 والشوارع تضيق والمكان بقى مرعب جدا، لدرجه ان سواق التاكسي ما رضاش يدخلنا جوه من كتر ما هو كان خايف على عربيته. فنزلنا مشينا دخلت طبعا البيت شفت المنظر ده، فانا قلت لهم انا جاي من بلدي اساعدكم وهتنيموني على السرير ده. قال لي لا مش انت هتنام على السرير ده، ده انتوا ثلاثه هتناموا على السرير ده. وكان عندنا اوبشن يا اما احنا ننام في الاوضه يا اما الشنط تخش في الاوضه عشان هي كده بس الاوضه هي كانت متر في متر تقريبا يعني. فابتديت بقى الوم وده كده ده اللي مش محذرني منه، اما الحاجات اللي هم محذرني منها بقى. فانا قلت دخلت بسرعه على الشاور فتحت كده التويلت دخلت لقيتش اصلا شاور من اساسه. طب فين يا جماعه الميه الساقعه اللي انتوا قلتوا لي حتى هتبقى موجوده؟ لا مفيش. قال لي بس ثواني احنا هنجيب لك الشاور. فقلت خلاص ماشي. طبعا مخي بقى ابتدى يفكر بشكل مصري بقى، قلت دول اكيد بقى سايبيني حاجه تقيله هيجيبوا لي الميه السخنه اللي وعدوني بيها. فالمهم 5 minutes later طب ما انا مستنيها يلا بقى عايز استحمى انا جاي من 14 ساعه طيران وعايز انام يعني حتى على السرير ده مش مشكله. المهم بعد ثلث ساعه جت داخله لقيتها عطياني كروانه كده فقالت لي يور شاور. فانا طبعا اللي هو ايه انا استحمى فقالت لي لا 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 ثواني هجيب حاجه. قلت ماشي يمكن ظالمها ولا حاجه. غابت 20 minutes مثلا لقيتها دخلت بكوس كده تقريبا قالت لي عشان تكمل يور شاور. فطبعا اتضايقت جدا يعني هو ايه اللي انا سايب بلدي وجاي اعمل كده. وابتديت ابص على كل حاجه نكده لدرجه ان انا كنت بمشي اتخانق مع الناس في الشارع يعني. دخلت طلبت عصير جوافه، الجوافه هناك عندهم لونها احمر مش لونها اصفر زينا، حتى انتوا عندكم الجوافه ما اعرفش ايه، قعدت اتخانق حتى الراجل ماله يعني بالجوافه بتاعتهم يعني. ففي يوم كانت واحده معانا في البروجكت في الصين لقيتها بتقول لي هي ليها في السبيريت والنيجاتيف انرجي انها تطلعها، فقالت لي بص احنا ممكن نجري وده هيطلع النيجاتيف انرجي منك، وانا فعلا كنت بحب الجري. قلت خلاص ماشي نشوف الموضوع ده. ابتدينا نجري نص ساعه ساعه ابتدينا نشم ريحه غريبه قوي كانت وحشه قوي لدرجه ان احنا افتكرنا حاجه ميته. فالمهم هي كانت نفسها خايفه تخش، دخلنا جوه عدينا شجر كده. فالمهم لقينا طلع نهر بس من كتر ما هو بيوتد كانت ريحته وحشه قوي. قلت ايه ده اللي انا هشرب منه، ده انا هبطل حمى بقى لاخر الرحله يعني. فابص عندي هنا الناحيه الثانيه لقيت اربع اطفال بيستحموا في الليك دي وكانوا عايشين حياتهم اعلان شامبو بقى عمالين يستحموا ومبسوطين جدا من اللي بيحصل يعني. فروحت انا البيس كامب قلت ايه ده انا متضايق ان انا عندي كوز بنزل فيه ميه نظيفه، ده انا متضايق ان انا عندي مرتبه زي دي وناس غيري ما عندهاش الحاجه زي دي. فقلت خلاص ساعتها حسيت ان انا اي ليرند لسن. مسكت طبعا موبايلي حته الانفلونسر بقى طلعت يا جماعه اي ليرند ذا لسن ان انت شود بي جريتفول فور هافينج ايفري ثينج، ان انت لو عندك سرير لازم تحمد ربنا، ولو انت عندك حتى ميه نظيفه لازم تبقى حامد ربنا. وحتى عملت لهم تيدكس سبيتش يعني ده كان اول تيدكس سبيتش عملته على ستوريز عندي يعني. الناس بقى دخلوا زياد يو ار انسبايرنج يو تشينج اور لايف، انت اثرت فينا وحبيت قوي الموضوع ده بصراحه يعني. فالمهم وان تايم that changed everything. At that time افتكرت ان انا اتعلمت اللسن بس اكتشفت at the end I didn't. One of my friends told me انت بتسافر، قعد يقول لي انت بتسافر كتير وبتروح اماكن، طب وات اباوت فلسطين؟ فقلت خلاص نشوف الموضوع ده يعني. انا
سافرت كتير وعملت حاجات، فاللي هو خلاص بقى الموضوع بالنسبه لي سهل. هعمل ايه ده، انا قعدت يعني حدود من مكان لمكان، فالموضوع مش صعب اطلاقا. حضرت شنطتي، حطيت باكو عصير وباكو شوكولاته، قلت خلاص كده بقى انا جاهز. اكلتهم بعد دقيقتين بس مش مشكله، وافتكرت الموضوع هيبقى سهل. ابتديت اعدي، كنت فاكر الموضوع فعلا صعب، سهل الطريق بس طلع صعب جدا. الجو كان ساقع مع ان حتى كنا في الصيف، المكان كان مرعب جدا، الناس كلها عماله تصلي، الناس عماله تدعي، وانا فعلا اتاثرت. ومخي عمل عكس كل اللي انا كنت دارسه في الطب. المفروض مخي ساعتها يخليني الرت وانا ابقى مركز في اللي بيحصل، بس حصل العكس. اغمى عليا، ومش بس اغمى عليا، شفت حاجات المفروض ما كنتش اشوفها. شفت جدتي الله يرحمها كانت بتفتح لي باب، وجسمي حس ان انا فعلا مت ساعتها. يعني at this time I felt ان انا مت خلاص، يعني it's مش هفكر حتى. فكل اللي كان بيدور في دماغي ان انا مش عايز اموت، انا مش عايز اموت، انا مش عايز اموت، واتأثرت جدا. وكنت بس نفسي ترجع لي دقيقتين عشان اعيش، عشان اكمل حياتي، حتى اتوب او اعمل حاجات بسيطه قوي كان نفسي اعملها. وفي ساعتها خلاص انا مت، وكنت متاكد من كده. 10 minutes later فوقت، ابتديت بقى اشوف الدنيا. انا كنت عارف طب انا صحيت ولا لا، ابتديت اجري. كل اللي انا عمال اقوله الحمد لله ان انا عايش، كنت ساعتها عارف طب انا عايش ولا مش عايش، بس at this time I really felt that I died. I came back and I learned a new lesson. And I want to ask you a question. فكروا فيها. Do you take tomorrow for granted? Yes, everybody does. مين منا ما قالش انا هنام دلوقتي وبكره اصحى اقعد على الكتب اخلصها؟ مين ما اجلش حاجات عشان العيد؟ بعد العيد هسلمك الحاجات دي، بعد الويك اند، بعد. We are not even taking بكره for granted as much as ان احنا اخدين حياتنا كلها for granted. فربطت القصتين ببعض، قصه الشاور والحاجات الماتيريالستيك، وربطت القصه اللي انا كنت حسيت ان انا ام فيري جريتفل ان انا هموت. ف I realized اللي بيجمع ما بينهم ان انا محظوظ جدا. انا محظوظ ان انا عندي الحاجات دي، ومحظوظ ان انا ام سيلبل. وعايز اقول لكم حاجه، كل واحد قاعد قدامي دلوقتي، يو ار فيري لاكي ان انتوا عندكم هدوم وقدرتوا تيجوا ايفنت زي ده. يو ار فيري لاكي ان انتوا عندكم اهل وعايشين معاهم. يو ار فيري لاكي ان انتوا حتى عندكم شاور واستحميتوا قبل ما تيجوا. I'm not sure يعني، بس I hope you did. And I learned another thing, that you will always feel less than other people. انت لو عندك شنطه ب 1000 دولار، في شنطه ب 1500 دولار. لو عندك تليفون 11 دلوقتي 12 هينزل، وهتحس ان انت اقل. فانت لو ربطت سعادتك بالحاجه اللي معاك، ساعتها الحاجه اللي معاك لو راحت خلاص انت مش سعيد. As much as المفروض ان يحصل العكس. I became grateful وشكور جدا بالحاجات اللي معايا، حتى لو هي بسيطه قد كده. And then I will be happy. فمهما الحاجات اللي معايا ما بقتش موجوده، I'll still be happy. اوكي، وعايز اقول لكم حاجه، طالما بتحط ايدك على قلبك هنا and you're still beating، دايما لازم تحس ان انت محظوظ. مهما الدنيا سودت، صاحبتك سابتك، سقطت في امتحان، you have to always feel lucky. وعايزكم تبصوا دلوقتي للناس اللي جنبكم، اي حد جنبك تعرفه او ما تعرفوش، وتشكره. حتى لو هو ما اثرش فيك بشكل دايركت، بس هو اكيد عمل حاجه قبل كده اثرت فيك. And I learned a lesson from this, ان انا the more I get grateful for things, the more God will give me more things to be grateful for. يعني كل ما انا احس ان انا حامد ربنا على الحاجات اللي معايا، ربنا هيديني حاجات اكتر بكتير. I'll be more thankful of. And at this time, I realized how much thank you is a beautiful word. Thank you بس مش كلمة، أو شكرا مش كلمة، as much as إنها هتغير نظرتك عن الدنيا حواليك. الحاجات اللي معاك مش هتتغير، الفلوس اللي في البنك عندك مش هتكتر، بس as much as إن أنت هتبص للحاجات اللي عندك بشكل مختلف تماما. حتى لو أنت لسه عندك في حسابك 50-20 جنيه، ساعتها نظرتك ليها تقول الحمد لله إن أنا ستيل عندي حساب في البنك، الحمد لله ستيل إن أنا عايش، إن أنا I can do this. وانا بحضر السبيتش لقيت ستادي، جابوا جروب من الستودنتس وجابوا جروب تاني من الستودنتس. الجروب ده ابتدوا يقولوا، يكتبوا كل يوم اول ما يصحوا عن حاجات they are very grateful and thankful for having. والجروب ده قعدوا يكتبوا عن حاجات مضايقاهم في حياتهم. بعد شهرين لقوا ان الناس دي جابت جريدز اعلى في كليتها، الناس دي بقت مور فيزيكلي فيت،
والناس دي بقت تاكل احسن بكتير. بصوا للناس دي، مع ان الناس دي كانت كويسه في العادي، لما كل يوم بيكتبوا عن حاجات مضايقاهم في حياتهم ابتدوا they have a negative energy وابتدوا يجيبوا grades اقل. فانا قلت خلاص انا هجرب الموضوع ده، ابتديت كل يوم اكتب حاجات او grateful for having و thankful for. بس قلت لا انا مش هكتبها في الكراسة عندي، بس much as هكتبها على السوشيال ميديا عندي to inspire more people to do this thing. يعني في الاول الناس هيقولوا ايه العبيط اللي بيكتب I'm thankful for having عينين ده، اللي هو واحد انا فعلا شكور ان ربنا اداني عينين اللي انا اشوف بيها الدنيا. بس لابتدي يفكر في الموضوع he can be inspired وساعتها هيشكر ربنا على الحاجات البسيطة اللي معاه. فالنهاردة مش همسك بس تليفوني وهعمل ستوري واقول thank you God for giving me the shower and thank you God for giving me the bed، بس as much as ان انا همسك تليفوني وهقول برضو thank you God for giving me this but thank you for most for giving me the life، ان انا لسه عايش وان انا قادر اعمل حاجات كتيرة قوي في حياتي. And thank you, I'm Ziad El Hadary and this was my message.